السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غترقبوا معايا خاليات. يعني اليوم عندنا درس مراقبة. مراقبة ديالاش؟ مراقبات الخلية، ما ربما تكون كتربي لنا بيوت الملكات وحنا ما شناهاش، ولا ربت لنا بيوت الملكات وما شناهاش، يعني ما درنا لهاش مراقبة ديالها، تقدر طرد لنا الخلية ديالنا. وإلا طردت لنا الخلية ديالنا وما شناهاش فالطرد الأول، إذن ضعنا في النص ديال الخلية. الطرد الأول ديال الخلية كتكون فيه كمية ديال النحل كثيرة، كيخصو ما يمشي ليناش. واللي كنصح به الإخوان وهو يديروا مراقبة الخلية ديالهم، اللي هي القسمة غيقسمها، واللي بغى يدير لها عسالة من الفوق يدير عسالة. طريقة مراقبة إخوان ديالي، راقبوا معايا هاد الخلية اللي غندير لها مراقبة. غادي نديروا لها مراقبة على كل شيء، مهما غادي نحلوا على الخلية غنديروا مراقبة على بيوت الملكات واش كاينين ولا ما كاينينش. غادي نراقبوا الخلية ديالنا شحال فيها ديال الإطارات ديال النحل، واش كتبيض ولا ما كتبيضش، واش عندها شي حضنة ولا ما عندهاش، واش عندها شي بيوت الملكات ولا ما عندهاش، واش يمكن لنا نقسموها أو لا نديرو لها عسالة. لهذا الإخوان ديالي كنديرو هاد المراقبة هادي، اللي استحق القسمة وعندنا الغرض بالنحل كنقسموها، واللي بغينا نديرو لها عسالة كنعلموها كنعقلوا عليها ونوجدوا لها العسالة ديالها ونجيو نديروها لها في ظرف. الا ما عندناش اليوم نديروها لها غدا، يعني ما خصناش نتعطلوا عليها. وإلا تعطلنا عليها اكثر من يومين ولا ثلاث ايام وعاد نجيو نديروا لها عسالة ونقولوا حنا ايوا راقبناها البارح ولا ولا البارح، هذه ثلاث ايام، يلا ثلاث ايام باش راقبناها مثلا ما غتكونش ربات. اخوان ديالي خلية ديالنا الا كانت عامره ودرنا لها مراقبه وما طلعنا لهاش حضنا العسالة وعطيناها الشمع الاساس لتحت ولا شمع منطوط خاوي الى عندنا زايد ويكون نقي فين تبيض لينا، ومن الاحسن نعطيو الشمع اساس غنطلعو ربعة نعطيو ربعة، جوج من اتجاه اليمين وجوج من اتجاه اليسار، ونعمرو العسالة ديالنا من الفوق بالإطارات الباطي أو لا أساسي إلا ما عندناش الباطي. وهذه هي الطريقة الإخوان ديالي، إلا درنا مراقبة اليوم وما درناش العسالة جينا غدا ماشي مشكل، تعطلنا أكثر من يومين ما يمكن ليناش نجيو ونديرو عسالة، خصنا نعاودو مراقبة ديالنا. غادي تقولوا معايا بسم الله الإخوان ديالي، نشوفو الخلية ديالنا أشنو فيها. الرابوز ديالنا كما العادة شتوه معايا، ديما كنصوتو شوية على فم الخلية باش كيرسى لينا النحل. وإلا كاين الربيع بحال هكا خصو يتحيد، لكننا كنخليوها في واحد الوقت كانت السمرة باش كيحضي لينا السمرة على الخليات. الرابوز ديالنا ملي كنساوه كيطفى لينا
هو راه ما كيطفاش ولكن كيبغي يطفى لينا. خصنا ديما نفكروا الرابوز ديالنا بطريقة بسم الله. هالية ديالنا اللهم بارك، يعني دابا بحال هاد الخليه هادي اللي كتشوفوا معايا عامره نحل، العلافه هي عامره نحل كما كتشاهدوا معايا. الخليه ديالنا هادي بلا ما نقلبها اما غادي نقسموها ولا نديروا لها عساله، هادو جوج حوايج، اما نقسموها اولا نديروا لها عساله. النحل ديالنا ما لقاش فين يتسع، لاحظوا معايا العلافه عامره بالنحل. نديروا مراقبه للخليه ديالنا شنو فيها لداخل. نقولوا بسم الله. ديما كما كنقول لكم كنحاولوا نجبدوا الاطار الطرفاني ونجبدوه الى كان فيه النحل بواحد الطريقه غير بشويه باش ما نقتلوش النحل ديالنا. لاحظوا معايا الاخوان، الاطار ديالنا عامر نحل داير عنقود من التحت كما كتشوفوا معايا. اللهم بارك. نقص منه شويه د النحل. ونحطو على جنب الخليه ديالي بهذه الطريقه هاي. الإطار الثاني حبوب اللقاح عسل حد ما الهدف ديالنا شنو هو؟ الخليه ديالنا عامره بالنحل اللهم بارك. نشوفوا واش فيها بيوت ملكات او لا ما فيهاش بيوت ملكات. ديالنا تبارك الله كلها حدنا. يعني الخلية ديالنا كما قلت لكم جوج حالات، خرجوا منها قسمة الله يسخر، طلعوا لها الحضنة الفوق ونعطيوها مع اساس مع العسالة الله يسخر، نقسموها الله يسخر. الخلية ديالنا واجدة لينا داكشي اللي بغينا نديرو بها نديروه بها.
بيض مفتوح، بيض مفتوح حتى هو كاين. الخلية ديالنا ما ربات ليناش بيوت الملكات. معايا العسالة، يعني العسالة عمرا نحل، اللهم بارك. الخلية ديالنا غنزيدوها إطار هنا. الخوان ديالي سمحوا لي، انا كما كتعرفوا يدي بوحدي ومعايا الله تعالى سبحانه. حجيج ملكي، هادي عسالة، طريقة إخوان ديالي. هذا إطار ديال الشمع أساس، غنديرو لها هنا في الطرف، يعني في بلاصة العلافة. العلافة ديالنا حيدناها، هذا إطار عامر حدنا كما كتشوفوا معايا. غادي نسوسو من النحل.
علاش غنسوسو بهذه الطريقه هكا. غنديرو العساله حتى هو حدنا. يعني خصني نسوسو باش ما تمشي لياش الملكة عند حدنا. وفي حدنا مفتوحة غادي نخلي في الوسط. هذا حدنا مغلقة. مع الإطارات ديالي اللي بقاو ليا الوسط نزيد واحد شمع اساس في الطرف هذا من الجهه اليمين. الطرف درت شمع الاساس الطرف هذا حتى هو غندير شمع الاساس على هكا. يعني شمع اساس من هنا جوج وجوج شمع اساس من هنا. لا فغنحتاجوها لشي قسمه ان شاء الله. نسوطو على المحل ديالنا يهبط. باش ما تمشي ليناش الملكة. غادي نحل ديالنا نهبط لتحت ما طلعناش الملكة هنا. وبهذه الطريقة كنحطو العسالة ديالنا هكا. هذا شمع ممطوط شمع ممطوط. حضنا اللي عطينا الخلية ديالنا هي هادي في الوسط. علاش كنديروها في الوسط؟ كنديروها في الوسط هنا باش النحل ديالنا كيتجمع هنا ولتحت مباشرة. الخلية ديالنا باقي خصها إطار هنا. غادي نجيبو ونديرو لها إن شاء الله الرحمن الرحيم. نسدو على الخلية ديالنا ونحاولو ما نتعطلوش. علاش؟ ها
هذه هي الطريقه الاخوان ديالي، وملي نكونوا كنديروا العساله نحاولوا ما نتعطلوش، ما ربما تطلع الملكه ولا شي حاجه. ومن الاحسن اللي كنقول انا غرياج ديال لارين نقدروا نطرقوها للعساله ديالنا ونحطوها بعيده ونديروا فيها الحضنه ديالنا، ومن بعد نديروا لها مقفله جهه اخرى وعاد نديروها فوق الخليه ديالنا. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.